السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي قناة النهار. حلقة جديدة من نمبر 1. قبل أي شيء باسمي وباسم شبكة قنوات النهار يعني بعزي في شهيد الواجب شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي، واللي استشهد النهاردة في أحداث دفاعه عن الوطن، دفاعه عن مصر. ربنا يا رب يرحمه ويجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة. أطلب من حضراتكم قراءة الفاتحة على روحه والدعوات طبعا انه يعني ربنا يرحمه ويجعله في الفردوس الاعلى من الجنه، وربنا يتقبل كل شهدائنا اللي دايما بيدافعوا عن الوطن. مصر هتفضل دائما وابدا بلد الامن والامان. طبعا الفقره الاولى مع حضراتكم النهارده هتكون مع واحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر، الكابتن احمد صالح. كابتن برحب بحضرتك. كابتن عمر، ازي حضرتك؟ وسعيد اني متواجد معاك النهارده وبعز كل الشعب المصري في وفاة رجال الشرطة استشهدوا، وبعزي أسر الشهداء كلهم يعني، وأقول يا رب كده تنزح الأمة إن كان كورونا أو استشهاد أي ضابط شرطة أو أي شخص في العالم العربي كله. تمام. طبعا مرة تانية بقرر يعني التعازي لوزارة الداخلية ولقطاع الأمن الوطني في شهيد الواجب.